قمنا في هذه المهنة من أكثر من 15 سنة. مهنة تربية النحل جيدة جدا، وإلى سبحان الله يعني إلى عدة مراعي، مراعي في اللوزيات ومراعي حبت السوداء. يعني مراعي اللوزيات بتشيلنا 20 يوم، مراعي حبت السوداء 20 يوم، بعد ما النبي جاري ينسون 20 يوم. يعني مهنة جيدة جدا وأحببناها كثير، والحمد لله رب العالمين فضل الله عاملين مهنتنا وشغلتنا وقايمين بتربية النحل. اليوم بعكس، اليوم نحن في منطقة معارة مصريين، حبت السوداء ما بتشيلنا شغلة 10 أيام، مراعي قليلة جدا، كثافة النحل شغلة لا توصف. يعني في منطقة أقل من كيلومتر بيوجد فيها أكثر من 2000-3000 خلي، مراعي شحيحة جدا، اليانسون عم ينبخ، حبت السوداء عم تنبخ، والحمد لله رب العالمين يعني مستورة وماشي الحال. وبالنسبة للعسل يعني أمره سبحان الله صار سيء جدا، ما عم يطلع للخارج، يعني بيضل في المنطقة نفسها، تصريفه صعب جدا جدا، أسعاره زهيدة. يعني أسعار كيلو العسل 8 دولار، وبجوز كلفته تكون أكثر من 10-15 دولار. وبالنسبة للأدوية النحل، أدوية النحل اليوم أسعارها باهظة، وكلها بنجيبها من تركيا، يعني حتى استيرادها صعب كثير. عم نعاني كثير من أدوية النحل وأسعار عالية، حتى أسعار النحل زهيدة جدا. يعني اليوم الخلي بالنسبة للنحل السوري 10 إطارات ما بتتجاوز 50 دولار،